خلينا بقى ننتقل برضو بموضوع أو لموضوع مرتبط بالمناسبة دي، مناسبة عيد الأم ومعرض المنتجات والمشغولات اليدوية اللي تم تنظيمه تحت إشراف الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بس بالنادي الأهلي بقى بالتعاون مع الإدارات المختصة. عايز أقول لحضراتكم شاهد مقر النادي يعني إقبال كبير جدا من الأعضاء على المعرض، وكمان الأعضاء كانوا بيتكلموا قد إيه المنتجات دي كانت عالية الجودة وكمان أسعارها مناسبة جدا. خلينا نروح نتابع. احنا اصلا هو المعرض ده بيبقى لنا كل سنه للي في النشاط النسائي، فبيبقى بيعلمونا وفي يوم المعرض لينا يومين بننزل بالحاجات بتاعتنا. والله انا بعمل اكياس قماش واكياس خرز وبعمل شنط وعامله بورتفيهات وعامله تابلوهات بالخرز هتصوريها دلوقتي وعامله ستاره خرز، عاملة حاجات كتير جدا يعني. مدام سلوى حلمي هي علمتنا كل حاجة، وديكوباج ولاكتوشين ورسم على الحرير وكل حاجة. بصراحة المعرض يعني عارضين حاجات حلوة جدا ومميزة والأسعار تحفة جدا ومجهود يحترم من الناس والله، وكلها حاجات جميلة يعني. احنا برا بنلاقي الحاجات دي بسعر 3 أضعاف هنا لا شيء يعني بصراحة يعني، والخامة والذوق عالي جدا جدا.